عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. وخبرنا النهاردة بيتكلم عن الإعلامية الجزائرية والحاصلة على ملكة جمال الجزائر سابقا في 2013 ريم عماري، وان هي طبعا هترزق بمولودها الاول، وكانت مفاجأة كبيرة للجمهور والناس فرحت لها جدا جدا. وبدأت الناس تبحث عن مين زوجها، وغالبا في معلومات كتير بتقول ان هو الفنان محمد رئيس. كبيرة جدا جدا من كل الناس اللي بتحبها ومن المتابعين ليها لما عرفوا ان هي حامل، كانت فرحة كبيرة قوي قوي على كل جمهورها. ربنا يتملها على خير ان شاء الله يوفقها، وان شاء الله تقوم بألف سلامة، وربنا يجعله من الذرية الصالحة او يجعلها من الذرية الصالحة، اللهم امين. شوف حضراتكم على ألف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة